حديث حضرتك السؤال، يعني انا لو عندي حاجه فيها نسبه شك ان مثلا انها قد تكون حرام وفيها حلال، فبسال ناس كتير وكده، تمام؟ ايوه فلو تركتها يعني طاعه لله سبحانه وتعالى، يعني هل الحديث بينطبق على كده بالظبط؟ ايه هو هو يعني لو انا مثلا عندي حاجه مثلا مشبوه؟ متأكد. مش مشبوهه، يعني هو انا في ناس متفق عليها، في ناس بتقول لك لا، يعني ايه؟ ناس متفقة له وناس بتقول لي لا. يعني مثلا في نسبة العلم في الحاجة دي، يعني في ايه بالظبط؟ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، انا مثلا بتاجر في سجاد مثلا، ده مثلا مش اكتر، فاهمني؟ ففي ناس بتقول لا، ده التجارة بتاعت السجاد دي مضرة، وان كانت بتضر بعض الناس، وفي ناس بتقول لا عادية. ابني على الأغلب لا تتبع أقوال الشذاذ، لا تتبع أقوال الشذاذ.